ثابتة بهذا الشكل أعتقد فيها إشكالية شوية. أسامة أتبع الله، خلاص الأمور تصعبت، الأمور تصعبت. أن يبدأ الفريق الإيراني من كرة ثابتة هجمة بهذا الشكل والله تصعب، لكن ننتظر أحبتي الكرام لننتظر ماذا سيسفر عن تسفر عنه الدقائق القادمة. 2-1 يفوز ذا بأهل، ولن أعيد طبعا حديثي بأنه فاز الهلال في بداية المباراة تحدثنا، فسنحمد الله وإن خسر سنحمد الله على كل حال، ولكن لن تكون نهاية الدنيا أن يخسر الفريق الهلالي. ما إن كنت أراها صعبة هي ليست مستحيلة، ولكن في هذا التكتل هي ضرب من الخيال. لنتابع الردوي.